معنا من جنيف موفدنا أشرف سعد. بداية أشرف، يعني اليوم نحن نتحدث عن لعبة الكبار، هذه ليست أي دولتين، هما الأعظم في هذا العالم. هل ستكون هذه الحوارات، هذه المباحثات يسيرة، وعلى أي أساس؟ نحن الآن أمام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف، حيث بدأت هذه المحادثات بالفعل، محادثات الحوار الاستراتيجي أو حوار الاستقرار الاستراتيجي بين واشنطن وموسكو، وهذه جولة من جولات عديدة لهذا الحوار، ولكن هذه المرة جولة استثنائية وصفها الطرفان بأنها مهمة وحاسمة. الولايات المتحدة وضعت بعض الأسس أو القواعد التي تدخل بها هذا الحوار، أهمها ربما أنها مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية الروسية مقابل ضمانات روسية في المقابل، مسألة نشر القوات ونشر الصواريخ والتدريبات العسكرية، كل ذلك مطروح للنقاش في هذا الحوار، ولكن هناك نقاط عديدة لا تقبل واشنطن بمناقشتها باعتبارها حق أصيل لكل دولة على حدة، منها على سبيل المثال حق كل دولة في الانضمام لحلف الناتو وفقا لسيادتها وفقا لقراراتها الخاصة. واشنطن أيضا وقبيل بدء هذا الاجتماع قالت إنها مستعدة إذا لم يسفر تسفر هذه الاجتماعات، اجتماع اليوم بالطبع هنا في جنيف، هناك اجتماع آخر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل بعد غد، ثم نعم. هناك اجتماع بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا، كل ذلك إذا لم يسفر عن شيء فإن واشنطن مستعدة لاتخاذ موقف أكثر قوة، منها فرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا. من جنيف مفدنا أشرف سعد، شكرا لك.